مرحبا أصدقائي، معكم رويا من قناة عالم رويا لتعلم اللغة الكردية. أول شي خلينا نتذكر إيش أخذنا الحلقة اللي قبل هاي. تعلمنا أشكال الأحرف الكردية، تعلمنا كيف نلفظهم، وأخذنا أربع أحرف هنن آ ب جا تشا، ومع كل حرف أخذنا ثلاث أمثلة. اللي ما شاف الحلقة اللي قبل هاي رح أترك الرابط تحت بصندوق الوصف، فيكم تروحوا وتشوفوا. وهلأ خلينا نبلش بدرسنا اليوم اللي هو عبارة عن الأحرف وأمثلتهم. وصلنا لعند الحرف دا. دا ميناك داري يعني باب، داف يعني دم، أفيندار يعني أحباب. وهلأ خلينا نعيد اللفظ مرة تانية. تيبو دا ميناك داري داف أفيندار. تيبو أ حرف أ ميناك شاف يعني ليل. مثال الثاني أري يعني نعم. مثال الثالث أرض يعني أرض. شايفين أصدقائي حرف الأ بأول مثال جاي بنص الكلمة، يعني شاف الأ جاي بالنص. المثال الثاني أري جاي أول الكلمة. عم حاول جيب الأمثلة بحيث يكون الحرف اللي عم ناخده يكون بأول كلمة ونص الكلمة وآخر كلمة مشان تشوفوا الحرف بكل حالاتها. وهلأ خلينا نعيد اللفظ أ شاف أري أرض. تيبا إي حرف إي ميناك زير يعني ذهب، شير يعني أسد، إيفار يعني مساء. خلينا نعيد اللفظ تيبا إي زير شير إيفار. تيبا فا حرف فا ميناك فرهنج يعني قاموس، رفتار يعني سلوك، باليف يعني مخدة. وهلأ خلينا نعيد اللفظ فا فرهنج رفتار باليف. تيبا جا حرف جا ميناك قل يعني وردة، قل يعني وردة. مثال الثاني قه يعني أذن. مثال الثالث قند يعني ضيعة. وهلأ خلينا نعيد اللفظ تيبا جا قل قه قند. تيبا ها حرف ها ميناك هنار يعني رمان، هفال يعني صديق. مثال الثالث حيف يعني قمر. وهلأ خلينا نعيد اللفظ تيبا ها هنار هفال حيف. تيبا أ حرف أ ميناك دل يعني قلب. مثال الثاني تلي يعني إصبع،
مثال الثالث مروف يعني إنسان. وهلأ خلينا نعيد اللفظ. تيبا أ ميناك دل تلي مروف. تيبا إي حرف إي ميناك إيرو يعني اليوم. مثال الثاني إفادة يعني بيان. مثال الثالث جيران يعني جيران. وهلأ خلينا نعيد اللفظ. تيبا إي إيرو إفادة جيران. تيبا جا حرف جا ميناك جن يعني المرأة. مثال الثاني جيان يعني حياة. مثال الثالث دجوار يعني صعب. خلينا نعيد اللفظ. جا ميناك جن جيان دجوار. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انكم استفدتوا من هاد الحلقة تعلم اللغة الكردية. وإذا عندكم أي أسئلة فيكم تكتبوا تحت بقسم التعليقات، وإن شاء الله رح أرد على كل تعليقاتكم. بتمنى لكم كل الخير والسعادة. مع السلامة.